المشكل اللي وقع لي في الحقيقة ما كنتش متوقعاه، والإنسان بعيد عني يعني باش عملي واحد صدمة يعني في النفسية ديالي. فجيت لهنايا لمراكش، تدعوني واحد الهيئة وعملوا لي واحد استقبال هنايا على شكل ترحاب على الأغنية الوطنية وتمسكي بالوطنية القحة وحبي لبلادي وحبي لسيدنا الله ينصرو. واستغل هذا الإنسان هذه الوضعية هذه وقدم لي نفسه على أساس أنه حتى هو وطني وكيبغي الوطن ديالو وصحفي في نفس الوقت. رحبت به وعطاني واحد الورقة عايزة كتدل على أنه هو صحفي، ومع كان للأسف الورقة ما كان عندها حتى شي أساس من الصحة. أنا ديك اللحظة كنت مشغولة بالترحاب وبالتكريم ديالي، ما رديتش البال. فاش مشيت أنا باش نأدي الواجب ديالي في المسرح الملكي بمراكش في الليل، لقيته عاوتاني تبعني تمايا، قال لا أميرة أنا غادي نتعاون معاك وغادي ندير لك التغطية ونعمل لك هذا. قلت له المهم مرحبا، أنا كنرحب كاع بالصحافة المغربية والدولية. فبالتالي صافي مشيت بحالي. قال واش ممكن تهضري مع المساعدة ديالك تعطيني لاكارت فيزيت ديالك؟ قلت له تكلم معها، عطاتو الأخت لطيفة. من بعد صافي نشد على السيطار، مشيت بحالي نرتاح. لا بالضبط عيط لي قال لي لا أميرة أنا معك الصحفي بالاسم ديالو. قلت له أهلا وسهلا، قال لي أنا بغيت نتلاقى معك باش نعطيك السي في ديالك ديال ديك الترحاب اللي عملونا في مراكش. قلت له واخا سيدي أنا نجي عندك أنا المساعدة ديالي. جينا لعندو عطاني ديك السي في، قال لي قلت له واش يعني ممكن نعطيك شي هدية على هاد الترحاب ديالك ديالي؟ قال لي لا 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 أنا معاكي مواطن وبغيت نتعاون معاك، ونحن حسينا بالوطنية ديالك وحسينا بحبك لبلادك وتشبتك به واخترتي بلادك اتسيتيرا. قلت له مرحبا سيدي. قال لي شوف راه التغطية غادي نجيو عندك حتى لتاونان، راه سمعنا بلي عندك تكريم في تاونان وحنا راه غادي نكونوا تما. يعني أي فنان شنو غادي يقول؟ غادي يقول لا مرحبا. مشيت بحالي نسيتو. إذا به مشيت أنا لكازا بلانكا، جاو منظمين من مورايا باش يديوني لتاونان، يعني مشيت أنا بوحدي. باش مشيت لتاونان تفاجأت بوجوده تمايا على أساس أنه مراسل، بقى كيصور فيا، بقى كيتبعني في جميع المناطق، صورني التكريم ديال السفير ديال فلسطين، عطاني التكريم الله يجازيه بخير، صور شيرين الفنانة اللي كنحييها من هذا المنبر اللي عطاتني الهدية، صورني كاع اللي كان الأشياء اللي مهمة بالنسبة لأميرة قصري. فبالتالي لما رجعت أنا لمراكش مرة ثانية عيطت له قلت له الله يجازيه بخير عطيني ديك الفيديوهات قال لي لا بغيتي ديك الفيديوهات عطيني جوج المنيو. بقى كيهددني كيبتسني يعني وصل معايا لدرجة ما تصوريش. أنا قلت إني أنا ما عملت حتى شي حاجة، غادي نمشي للأمن يحميني. وفعلا مشيت للأمن والله يجازيهم بخير، يعني كنحيي الأمن الوطني المغربي يعني في أقل 24 ساعة شدوه. ودابا حاليا كيعيط وكيقول بغيت تمشي لي وبغيت التنازل. ما دابا مازال لحد الان ما عرفتش شنو غادي نعمل معاه. غادي نهضر مع المحاميه ديالي ونهضر مع المستشارين ديالي اللي دايرين ديالي كيتعاملوا معايا، ونهضر مع مدير اعمالي في بلجيكا، وغادي نرد عليكم بخبر نقول لكم شنو نعمل معاه.